طب يوسف انصيري يا كابتن محمد، يمكن هو مشارك في تصدر قائمة هدافي العرب في كأس العالم برصيد 3 أهداف، نتمنى قطعا أن هو يحرز هدف اليوم ليتصدر القائمة، وقطعا هو صاحب الهدف الوحيد في مباراة البرتغال. كيف تابعت أداء هذا اللاعب، لاعب نادي إشبيلية؟ النصيري ده لعيب ممتاز جدا جدا. أولا هو بيتحرك في منطقة 18، بيتحرك عنده وعي تكتيكي جميل جدا، بيوسع لزمايله، عنده حلول فردية، بيعرف ان هو يتعامل واحد ضد واحد. تحركه مع حكيم زياش وبوفال بشكل تلقائي، شايفين بعض، الثلاثة عاملين حالة هجومية كبيرة جدا في خط الامام، من وراهم املاح وناحي ومرابط برضو كان وراهم بيمولهم بالتمريرات البينية اللي بيقدروا ان هم يوصلوا بيها لمرمى.